سيدتي وسادتي، صعب مساء أقوم. لقد هبطت طائرة من لندن حيث التوقيت المحلي هنا يشير إلى الساعة 6:15 ودرجة الحرارة الخارجية 31 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم يجب البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة رفع حمامة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جيوب المقاعد التي أمامكم أو في الخزانة العلوية. يرجى من حضرة ركاب ترانزيت والمتابعين سفرهم إلى محطات أخرى مراجعة الموظفين الأرضيين داخل صالة القادمين. سيدتي